فيمكن البحث مع المسؤولين في إنهائه. أولا مصطفى بيقر بشكرك على مجهودك الرائع، وأنت خاصة متبني حاجر الدهسة ومن سنوات طويلة، وإحنا حاسين أنك أنت حاسس بالناس دي كويس وتواجد معها دايما يمكن أكتر من أنا شخصيا يعني. والدليل هو أن الناس ملتفة حوالين وجودك أنت ومستنينك، عشان عارفين أن مصطفى بيه قضيتهم بالنسبة له هي قضية أولى. المشكلة اللي بتكلم فيها أحد ما تخصش حاجر الدهسة لوحده، بتخص مركز فرشوط كله وخاصة قرى الدهسة والحواجر والعركي. والحقيقة مسألة صعبة ان الناس اللي ساكنة وبانية من 20 و30 و40 سنة لغاية دلوقتي ومش قادر يوصل لتقنين يعرف هو عاوز يدفع وعايز يحس انه قاعد في بيت بتاعه وانه خلاص خد عقده واستلم عقده. لكن احنا وسعادتك معايا كان وزير التنمية المحلية قريب بنناقش موضوع التقنين، واعتقد ان الفترة اللي جاية دي قريبا انا بوعدهم قدامك كده ان احنا قريبا هنجي لهم بخبر كويس، كل الناس دي هتنتهي من مشكلة التقنين وهتبقى يعني سيد رئيس المدينة هو موجود هيبقى معانا برضو، والمحافظ اعتقد انه هو وصل له المشكلة كويس جدا ومتعاون جدا، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها اعتقد ان احنا ماشيين صح كويس قوي. وقريبا يا احمد ان شاء الله ان شاء الله هنشكر مصطفى بيه انه اثار القضيه. انا عايز اسالك يعني مشروع حياه كريمه واللي اعلنه سياده الرئيس من اسابيع قليله احنا شايفين بسرعه ثماره على الارض، والحقيقه لان لما اتكلمت مع كذا حد رشحوا لي العديد من القرى ومن بين هذه القريه، وانا جيت الحقيقه هذه القريه مخصوص لانه عارف حجم الوضع الاجتماعي الصعب اللي عاشته واللي بدا يعني يحصل فيه تطور هذه الأيام. أنت شايف الوضع في مركز فرشوط والقرى التي تم اختيارها، الخطة ماشية إزاي؟ بدون مجاملة ومش عشان أنا بقيت نائب حبقى يعني مسيس في كلامي مع الدولة، إنما أنا فعلا يعني بقول للناس أن 21-22 مركز فرشوط كله باللي أنا شايفه واللي أنا بحضره هيبقى في وضع تاني خالص. الرئيس ما شاء الله ما شاء الله، يعني انا بقول للناس اهي انه النواب هيبقوا عاطلين بعد سنتين مش هيلاقوا حاجه يعملوها. هو وفر كل حاجه ممكن تتعمل في القرى. والله ثواني يا جماعه ثواني، الرئيس مشكور، الرئيس مشكور، النائب عايز يفرغه للتشريع والمراقبه والمسائل الخدميه اللي تخص القرى، هو من نفسه حس بيها وعامل خطه للدوله متبني فيها، وانت عارف مصطفى بيه اكتر مني متبني فيها القرى ومركز فرشوط تحديدا، يعني 9 قرى في مركز فرشوط، رئيس تمساح ورئيس المدينه المحترم موجود، 9 قرى داخله ضمن حياه مبادره حياه كريمه هذه المره في المرحله الاولى. المره دي 9 قرى واخده من الابره للصاروخ. يعني معنى كده ان احنا نقعد بعد كده احنا يا دوب نقعد نحكي مع احمد مع بعض في مواضيع تانية انما الانجازات جايه يا احمد. مبادره فعلا او البلاد فعلا على خير كبير داخله ان شاء الله، ويا رب يا رب زي ما احنا شايفين سيادة الرئيس في كل اتجاه شغال، صرف صحي وغاز طبيعي وكهرباء ما فيش حاجة نقدر نقول 22-23 ان شاء الله بالكثير. إن شاء الله. الناس دي مش هتلاقي شكوى تقولها لنا تاني ان شاء الله.